يحمي حقوق ومكتسبات كل تونسيين مهما كانت معتقداتهم. ولعل حضورنا اليوم على هامش الزيارة السنوية لمعبد بريبة بجزيرة الجربة خير دليل على تفتح الشعب التونسي وتمسكه بتاريخه وعرقته في إطار التعايش السلمي الذي يقوم على أساس الثقة والاحترام المتبادل بين أصحاب الديانات والمعتقدات المختلفة. فالتعايش بين الأديان هو البحث عن النقاط المشتركة الموجودة في الديانات الأخرى والتعامل من خلال هذه النقاط المشتركة، حيث أن الأديان السماوية جميعا تنادي بالحق، تنادي بالتسامح، تنادي بالمحبة والسلام، وتنادي بالابتعاد عن العنف. وعندما يستطيع الأفراد في المجتمع أن يتعايشون بين الأديان المختلفة، فإنهم بذلك يجعلون الثقافات والحضارات المختلفة تتلاقى، يجعلونها تتعاون وتتحد وتتشارك فيما بينها. ومثل ما ذكرتم، جزيرة جربة أعتقد تبقى مثال في العالم يحتذى به. حضرات السيدات والسادة، يمثل النشاط السياحي أحد أهم الوسائل لتحقيق التواصل بين الشعوب والمجتمعات، حيث أن البحث عن المشترك الثقافي هو المدخل لبناء حضارة الإنسان ودعم قيم التسامح وتكريس مبدأ الحوار. وكما تعلمون، فإن تونس تستقبل سنوياً ملايين السياح. هذه السنة بفضل وزير الجديد سنستقبل 9 ملايين سائح إن شاء الله. فتونس تستقبل مثل ما ذكرت ملايين السياح من مختلف الأجناس والأعراق، وتوفر لهم كل ظروف التعايش والتبادل بعيداً عن مفهوم العنف، بعيداً عن مفهوم التطرف، وخدمة لثوابت إنسانية سامية تمد الجسور لبناء علاقة إيجابية بين الشعوب وبين الأشخاص. ونحن على يقين أن ثقافة التسامح والتفتح على الآخر تضمن القدرة على تنمية روح المواطنة والديمقراطية وتقوية العلاقات الاجتماعية بين الأفراد والمجموعات.